112 این سوره ادامه بدهند. على منصة المسابقات في هذه اللحظة القارئ المتأهل إلى مرحلة نصف النهائية من الجمهورية الإسلامية في إيران جعفر فردي سيتفضل بتلاوة ما تيسر له من آي الذكر المبارك المجيد من سورة آل عمران بدءا من الآية 108 وانتهاءا بانتهاء 112. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة
أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل